بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نطبق بإذن الله تعالى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا نبي أجن صلاة أستقاقل بتقباط لنفسنا قبل أن يدخل في الصلاة يأتي بشروط الصلاة. صلاة من أمقبات بستفيك يا صلاة مسفرت وتشين كدمي تقطر وتلع معلا. القيام الآن يقوم ويجعل الرجلين على استقامة البدن، يعني لا يفرج الرجلين ولا يضم على استقامة البدن. نعم كاتبوا لي قومنا وقرن الناتك الشاون بالانسون يتفكوا. الأصل أن يصلي إلى سترة، أقل ما يقال في السترة أنها سنة مؤكدة واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. سنة وصلنا قرطة ومكلاكا حفت لي أن بيتنا قال لي أسكمتي قبل يستقبل القبلة ولا قبلة لضرنا النظر دائما يكون إلى موضع السجود. يا إمو معرفة سيقوان سجود كم يارك بطبوت علي للملكات الجبار لا يلتفت ما قلامت مزازر لا يرفع النظر إلى السماء ولا سماء ما قامان قاتت للقاء ينظر إلى موضع السجود سجود ولا يارك بطبوت إمبارون كم يدفع بطبوت علي للملكات لابد من القيام في الفرض. يا فرد صلاة قديك أتبلو مقوان فردنو يجعل باطن الكفين جهة القبلة مضمومة الأصابع حذو الأذنين أو المنكبين. تكبير سيادرد يجون كفر مدافون بجروا استريت الله أكبر سيدي كبير حذو الأذنين أو المنكبين وين بجروا تككين وين بتكشوا لا يفرج الأصابع لا يمس شحمة الأذنين يا جرار لكل موان من كاتم ما يقبع مضمومة الأصابع حذو الأذنين أو المنكبين أعطتكم دقيق ونوبة بجرار استريت ويبتك الشار يقول الله أكبر كذا الله أكبر بلو ثم يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد كذا يتني الجود إيه المدافون تقرأجو كبالاو ليك كندو ليلي أسكمتنو على صدره كدراتو لي أو يقبض قبض هكذا ويقبض مجبط ميشرال اندازي هاتركو اندن يا سيجو. نعم إما وضع أو قبض ما زنبرو ما أسكمت ويمتان. نعم ثم بعد هذا يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح كذبها لا اندقنا يدعى صلاة مقبيا دعاء على يعني اللي كرر كأن يقول مثلا يلني مصر مجمري آية مقبيا صلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يا صلاة مجمري مقبيا يا متى ذكر سبحانك اللهم وبحمدك أو غيره بما يتسر بما ورد هنبيات بمطع وبحفظه بما تيسر الله ثم يستعيد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم كطلع بسم الله الرحمن الرحيم من لابد من قراءة الفاتحة كاملة كذا فاتحا بملو لكرام ثم يؤمن يقول آمين كذا سيجرس آمين لنو ثم يستحب له أن يقرأ آية فأكثر أو سورة كذا يودد النتال يهوانا مراف وين هم عند مراف بزالا يودد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد مثلا بمثالي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ثم الآن يكبر حذو الأذنين أو حذو المنكبين يقول الله أكبر هذا كركول على السير الله أكبر الدنيا انسى أجر واستريت ويوددك الشر يقبض على ركبتين قول ما توتشن تبت يادرك
لا يثني المرفقين، يجعل المرفقين ممدودة، لا يثني المرفقين. تسمعنا وياس كرلون اندي عرفان تمالات مع ودذي موطات اللبطي. يجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس. جرباون يتنطفى تستكاكل استريت ليارجنو براسو استريت. لو ثنى هنا المرفقين انثنى الظهر. هين معنو كرن تتفى وقوم تتفى. نعم يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم. عند كذي سبحان ربي العظيم يرملون يزكى. ثم يستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يودر النتال كذي يتجن يوم جمال ذكر. كأن يقول يلي مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالثابت. نعم. سبوح قدوس بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنبياتي متى أذكارك شادو كنبياتي بتذكر بمتى وكذا سيوطى لذكر. الآن هنا بين الركوع وبين الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده. نعم. بركوعنا أتبر بطاقه مكاكل إيهادة يمار ذكر سمع الله لمن حمده وأنتك. الخطأ أن بعض الناس إذا رفع هنا يقول هنا سمع الله لمن حمده، خطأ، هنا قول ربنا ولك الحمد. وما بعالى سمع الله لمن حمده إنه وما لتو ستهتنا وإيهادنا سمع الله لمن حمده وما يمبالوا ربنا ولك الحمد. هكذا سمع الله لمن حمده، إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. يتردد لك يقوم ربنا ولك الحمد يبالوكم وكتذكاك أبو هلان. ثم يقول الله أكبر. كذا الله أكبر. ويسجد. سجود ورد. لابد أن يكون باطن أصابع الرجلين على الأرض. باطن الأصابع. يتأتوت كاتشين ياوتشو الذي هم متواتشو يتاتواتشو جرباتشو سيوان وداتشو عمليات يوغالي هوليك. يضم أصابع اليدين إلى جهة القبلة حذو الأذنين أو المنكبين. يجوتشون مدافوتش ودا جواو استريت ودا تكشاو يستكاكلاتشو. يجافي بين ثلاث أشياء، يباعد بين الإبط هنا و نعم باهرنا بجمكاكر كفتت كفتت وبين البطن والفخذ باهرنا بجمكاكر دمو عند جنان كفتت وبين الفخذ والساق بجمنا بساق برات مكاكر كفتت يعني لا ينضم هكذا. هذا خطأ ولا يمتد يكون كالنائم. عندما تنياس ودمو أقرزك تمارك يقبهم. يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا. عندك ذي سبحان ربي الأعلى مالك واجبنا. ويستحب أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كشالا كنبياتشين بوردو ذكر ما جمروا يودد لها. ثم يقول الله أكبر. كذا الله أكبر للنساء. ويجلس. يكمل. أطراف الأصابع في منتهى الفخذ مبتدأ الركبة. يتعطتو مجرشا كبرغتو مجرشا لهم يقبل. يجلس. يكمل. على رجله اليسرى. تاجر أجري كمد ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض من الجانب الأيمن. بتني ركول اللون يتني جرون يتعطون وأبوان تكل أدرجات ودمثل. هذه الجلسة في كل الصلاة. يتشين أتكمامات بمان يوم صلاة. إلا في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية يتورك. يا مجرشا مكة مجاسي قر أرات لك أسي ساقد باطنيو
ሶስት ረካ ሲሰግድ በመጨረሻው የዛን ጊዜ ግን እግሮቹን አውጥቶ ይቀመጥባቸዋል በቂጡ ይቀመጣል نعم في التشهد يحلق ويشير بالسبابة تحية سكران لتشادرقو أكابو إيزو يا تسبيح قزية يتكاس يحركها يدعو بها إيان كسان كسات ويقرا نعم نعرف أنه لابد يقرأ التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة يمتلف شاك ما كهونا بزهو يشمت يقرا والصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام لنبياتنا عليه الصلاة والسلام دعاء صلاة الرسول نبيات صلاة الإبراهيمية يقرا يستعيذ بالله من أربع كالله سبحانه وتعالى قبك أن يبال كآراتنا قواتش لتبك ويدعو بما أحب والأولى أن يدعو بما ورد في القرآن والسنة بفلقوا دعاء يقرا يوددوا كنبياتهم بوردوا ذكر دعاء بيارد يوددوا ثم يسلم برأس فقط كذا باسو بتشاي السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله براسو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بعض الناس يطأطئ رأسه هكذا عندهم سواج يا سلام مترسينو راساتشون وزوجو أو يسلم هكذا بمنكبي خطأ وإن دماتك شاتشون وزوجو أو يضرب بيديه أو يحرك اليدين ويجوتون السلام عليكم سيان قساك سلام لا السلام فقط بالرأس سلام تاب راس بتشانو ثم بعد الصلاة ماذا يصنع كصلاة بوهارا دمو يبام يارا قوم دمو ينظر في الجوال موبايل ملكتنا؟ لا يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد الأنامل بالتسبيح بتعطوتشو أذكار بعد الصلاة يالتشو بتعطوتشو تسبيحي يا درق بتعطوتشو بعنا ملوش فالنزي سبحان الله يالا فالنزي بتعطوتشو تبلي والله أعلم في سؤال يا شيخ أسئلة لقلنا ما نريد الأسئلة